للتعليق حول الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي الاستاذ امير المفرجي. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. استاذ امير، بولتون يقول بان تهديدات ايران وسعيها لامتلاك سلاح نووي تجاوز الحدود بعد الاتفاق النووي. كيف ترى تطور الامور بين امريكا وايران؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافه. اهلا بكم. من الطبيعي ان الاستراتيجيه الامريكيه تعتمد على العقوبات الاقتصادية التي بدأت تؤثر بدرجة كبيرة على الاقتصاد الإيراني وعلى الشارع الإيراني في نفس الوقت، وهذا ما يجعل إيران في وضع جدا صعب يعني يرثى عليه. الاستراتيجية الأمريكية وكما تفضلتم هي عدم حصول إيران على السلاح النووي والذي تم من قبل الأسرة الدولية، ولكن الولايات المتحدة تراجعت ليعني إعادة هذا الاتفاق، لأنه وحسب ما قال ترامب لم يكن بالدرجة المطلوبة لنزع أسلحة إيران في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك هناك يعني اتفاق دولي حتى أوروبي على قطع أذرع إيران في المنطقة، لأن إيران قد تمددت وأصبحت على شكل شبه إمبراطورية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما يؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى الدول اللاعبة إقليميا ودوليا في المنطقة. إذن الاستراتيجية الأمريكية تتمثل في الذهاب حتى نهاية العقوبات لتركيع النظام الإيراني أو تبديله، أو يعني عمل نوع من يعني الثورة الداخلية داخل المجتمع الإيراني، لأننا سنذهب إلى يعني وضع اقتصاد إيران على المحك، وهذا سوف لا يدوم طويلا، والولايات المتحدة الأمريكية متفقة على ذلك، لهذا لا تقول دائما أنها لم تأتي لتضرب إيران. بالحديث عن الوضع الاقتصادي، هل استطاعت فعلا العقوبات الاقتصادية تحقيق ما أريد منها؟ شيء طبيعي. إيران يعني البرهان على ذلك، إيران بدأت تتحرش بالقوات الأمريكية، ولأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بالدرجة الأولى على العقوبات الاقتصادية لأنها عقوبات مؤثرة، إيران تحاول أن تخرج من هذه يعني الدائرة المغلقة للتحرش بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن الوضع السياسي للرئيس الأمريكي في الانتخابات القادمة لا يسمح له أن يعني أن يتدخل عسكريا، ولكن القوات الأمريكية عندما جاءت إلى المنطقة جاءت تحسبا لأي يعني تدخل إيراني للخروج من هذه العقوبات. ماذا أكثر من إسقاط الطائرة أستاذ أمير؟ نعم، ما الذي ينتظره الأمريكيون أكثر من إسقاط الطائرة الأخيرة؟ يعني أنا مثل ما قلت لك بأن الولايات المتحدة ليس من مصلحتها أن تتدخل عسكريا الآن، لأنها يعني في نظرها العقوبات الاقتصادية ستذهب إلى النظام الإيراني إلى في نهاية المطاف إلى يعني تبديل سياسته، وأيضا حدوث بعض الانقلاب العسكري بين الإصلاحيين وبين الهدف الأمريكي الأول والذي هو الحرس الثوري الإيراني، لأننا عندما نتكلم عن إيران يجب أن نتكلم عن أي إيران، لأن هناك إيرانين، الأولى هي إيران التي عرفها الغرب ويريد أن يرجع معها، وهناك إيران الحرس الثوري والولي الفقيه، وهذا ما لا يريده الغرب وخصوصا الولايات المتحدة تسعى إلى إبدال هذا النظام. هذا التوتر وهذا التصعيد في مضيق هرمز والمنطقة، كيف سينعكس على أمن الخليج وكيف سينعكس على العراق تحديدا؟ شيء طبيعي أن النفط الذي يخرج عن طريق مضيق هرمز هو أكثر يعني إذا أغلق المضيق سيكون مضر على العراق بصورة عامة وعلى دول الخليج العربي، ولكن هذا سوف لن يضر أمريكا، لأن أمريكا لها اكتفاء ذاتي من يعني من الإنتاج الموجود، ولكن أمريكا يعني ليست يعني ضد هذا التطور، لأن العدو الأولى لأمريكا وهي الصين ستكون المتضررة الأولى، وهذا ما سوف يعني تعمل عليه أمريكا،
ويعني وتحاول أن تلعب عليه. نعم بالنسبة للعراق سيكون المتضرر، لأن الاقتصاد العراقي سيقع ضحية لهذا يعني الغلق، وهذا ما سوف تفعله إيران، ولم تفكر بالشعب العراقي، لأن أجندتها هي أجندة قومية ليس لها أي صلة بالخليج العربي ولا حتى بأصدقائها في العراق. نعم أستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من باريس.